معكم أخوكم بالله كايد جابر حسنين أبو لين من مدينة يافا، 25 سنة، بعمل اليوم كعامل في مطعم، وهوايتي في هذه مهنة التصوير، بحب أصور وبشارك بالمجالات بالنشاط الاجتماعي اللي منذ سنوات طويلة، منذ تقريبا عام 2008 مخلص ثانوية في مدرسة الثانوية الشاملة مع شهادة بقروت كاملة مع 28 وحدة. أنا اخترت أني أرشح حالي للهيئة الإسلامية، أولا لأكمل درب إخواننا من كانوا من قبلنا في الدورات السابقة ونستمر على نهجهم، وثانيا أنا شايف أنه عندي القدرات أولا أنه أشد على موضوع الشباب، وأنا إذا عبرت الهيئة بما شئت الله، وإذا ما عبرتش الهيئة رح اشتغل اكثر على مجال الشباب، توعية الشباب، لانه النبي عليه الصلاة والسلام قال وصرت بالشباب، والشباب هي الشريحة المهمة اليوم بالمجتمع، فانا رح اشتغل على هذا الملف ان شاء الله، وطبعا رح اكون عون لكل الملفات، منها كملف التربية والتعليم وملف السكن، ولكن رح اهتم اكثر في ملف الشباب وتوعية الشباب. وانا بناشد اهل مفيافة الخروج يوم الانتخابات والتصويت بالهيئة الاسلامية، مش مهم انا، مهم الهيئة، هذه الهيئة لها أهمية كبيرة لمدينة يافا، وهي المؤسسة الوحيدة المنتخبة من قبل الشارع اليافي، فبناشدكم كليتكم من جيل 17 وما فوق اطلعوا يوم 7/12 للتصويت لهذه الهيئة، انتوا اختاروا من اللي يمثلكم، الشرعية بإيدكم، اطلعوا واختاروا من اللي يمثلكم بصدق وأمانة وشفافية. وأنا كاير حسنين بقول كاير حسنين همنة شبابية أمانة ومصداقية. أنا بشوف الهيئة الإسلامية لكمان 3 سنين رح تكون لها شرعية أكثر من سنوات سابقة، لأنه في لها أهمية بهذه المدينة، لأنه نطالب كل أهل البلد يطلعوا وينتخبوا، لأنه أهميتها من أهم 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 المؤسسات هي الهيئة الإسلامية، فأخرجوا وانتخبوا الهيئة الإسلامية. الهيئة الإسلامية بإذن الله الدورة 16 حتكون عون لكل أهل البلد، رح تحاول تألف القلوب مع أهل البلد، وبإذن الله احنا رح نكون عمالة مصداقية وشفافية بإذن الله.